كانت هي معربة لحمد بن سيف بن حميد الشامسي ثانيا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم وبحضراتكم من جديد لتعلن انطلاقة الشوط الثاني عشر للقعدان اللقاية المحليات على بركة الله. بدأ هذا التحدي وبدأ هذا الصراع مباشرة مع المركز الأول مع الليزر سعيد بن سهيل بن هاشل العامري مقدما لشعاره يحتل المركز الأول. المركز الثاني مغادر هو الحاضر حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري شعاري مذخور وشعار الأسماء اللي قدمها بن حبتور. المركز الثالث القادم والمنطلق أتابع في هذه اللحظات انطلاقة عذبة حياب بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي مقدما للشعار. المركز الرابع القادم والمنطلق أتابع في هذه اللحظات مشغل أحمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري في هذه اللحظات يقدم لنا شعار. المركز الخامس الحضور والوصول أتابع غازي عبيد بن سعيد بن محمد المهري مقدما للشعار. المركز السابع القادم والمنطلق باي باي هو الحاضر سعيد بن سالم بن سعيد المشايخي قادما مع باي باي. المركز الثامن الحاضر والواصل في هذه اللحظات ديم سعيد بن سهيل السلمي العامري هو الحاضر مع ديم ديم يا ديم يتقدم. المركز التاسع القادم شنذار عبد الله بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي هو الحاضر. والمركز العاشر أتابع انطلاقة السمح معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي قادما بشعاره. هكذا هي النتيجة ولكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول. يا من تتابع انطلاقة الليزر سعيد بن سهيل بن هاشل العامري مقدما لشعاره يحتل المركز الأول. الله يا بن هاشل مقدما لشعاره يحتل الصدارة. المركز الثاني القادم مشغل أحمد بن محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري هو الحاضر. المركز الثالث شنذار هو القادم عبد الله بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي. الكيلو الأخير الكيلو الخطير يا أهل اللقاية يا أهل اللقاية يا كبار يا عمالقة يا فطاحلة. الله على هذا الانطلاق الله على هذا التحدي. ثلاث زان فين اللقاء زان فين اللقاء ما بين شنذار
ما بين الليزر ما بين مشغل الفوز يحتار يحتار من يختار من بين هذه الأسماء. اتحرك شندار اتحرك شندار واتحرك مشغل أحمد بن محمد بن فاضل المعمري ينطلق بشعاره ينطلق مع شندار بين صيحات الجماهير ينطلق شندار طار طار شندار طار بالفوز طار بالسلام طار الله يا شندار. عبد الله بن سعيد الكعبي 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 طار بالصدارة طار بالصدارة طار بالمركز الأول الله يا الكعبي الله الله يا مالك شندار غادر غادر بالفوز وبالانتصار شندار شندار تارينا والناموس. المركز الثاني مشغل أحمد بن محمد بن فاضل المعمري المركز الثالث المركز الثالث كان متابعنا الكرام شاهين عزيز بن سعيد بن سلطان الجحافي والمركز الرابع المركز الثالث شاهين عزيز بن سعيد بن سلطان الجحافي المركز الرابع المركز الرابع الليزر سعيد بن سهيل بن هاشم العامري والمركز الخامس المركز الخامس باي باي سعيد بن سالم بن سعيد المشايخ. اذا تهانينا والناموس لمالك شندار عبد الله بن سعيد بن سالم الكعبي. التوقيت الزمني وحظة الوصول 5 دقائق 5 ثواني 5 دقائق 55 ثانية 5 أجزاء من الثانية التوقيت الأفضل. تهانينا لمالك شندار عبد الله بن سعيد بن سالم الكعبي بينما اللي احتل المركز الثاني توقيته الزمني 5 دقائق 55 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث ست دقائق ثانية وحيدة جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.